بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه فيات جراندي بونتو ايفيو هكا ايفو، وهذه سيارة يعني كونها مولاها فزت له ودار بها برشا كراجات وحلوا الموتور وحلوا برشا حاجات منها، وفي الاخر ما عرفوا حتى شيء. احنا توا هيك الحلها وشافها، ها بتشوفوها توا مع بعضنا، فما حاجات لقيناهم خاسرين في الكلبيتار من فوق، لان هي كانت تمشي دو سيلندر، تمشي يعني شمعتين فقط ما تمشيش اربعه. هذه القطعه اللي هي تركب على البركام، اللي هي تقوم مقام ال كيما التكهات، هي تكون واسطة بين الأربعة كام وبين السوبابات، لأن السوبابات الثمانية جايين تحت القطعة هذه. القطعة هذه تخدم بالكهرباء، فيها يعني كل فيبرير أو حاجة تخدم بالكهرباء. هذه أمور مازلنا نجهلوها، ما عندناش عليها خبرة كبيرة. جا قطعتين مفورين اللي هما هذوما، شفتوا هذه القطعة هذه مفورية وهذه محلولة. هذه قطعة كل بس كل كل بولون تركب هنا، هذه تفرت مع الشد. هذه القطعة نتاعها، هذه البوسوارات نتاعها اللي كانوا فيها، هذا الفرت كل اللي كان فيها، شوف هذه كل حالة كلها فوسطها، فوسط القطعة هذه كان منهم. القطعة هذه نشوفوها مكسرة من هنا شوية، شفتوا هذه، شوفوها كل حاجات هذه كان كل حاجات كانت راكبة فوسط القطعة هذه، يعني يعقدوا فيها باش يخلوا الواحد يعاني في مشاكل هو في غنى عنها. شوف يعني كل سباب عندها آلة، كل سباب عندها آلة اللي هما لادميسيون تقريبا، ولا شاكمون هيك، ولا الاثنين. اما كل اما كل زو كل زو سيفوبات عندهم اله. اما نشوفوا هذه كيفاش ولا الميكانيك، ولا ميكانيك ما عادش ميكانيك، ولا كلها كهرباء ميكانيك، يعني كل ماش عارف هم شنو المقصد نتاعهم. تونا اقتصاد في البنزينه، يحبوا يعني يكون محرك قوي وما يصرفش بنزينه. هذه ممكن الحاجات اللي هم يفكروا فيها، ممكن يفكروا في البيئة. هذا ما يشوفوا فوق السباب، هذا ما تحت السباب، تحت السباب هذا تاع البرسيون تاع الزيت، تاع البرسيون، هذا البخاخ تاع الزيت. هذه القطعة اللي نشوف فيها من لوتل، نوريتيكم. هذه نشوف فيها أربع بوبينات أو فيبرير أو حركة من هكا، في نفس الداخل معاها السوبابات نتاعها او معها البوسوارات نتاعها. يعني هذه القطعه اللي هي راكبه هنا توريتكم فيها اربع قطعات كهربائيه اللي هما هذوما، وفيها حساس. من غير هذه اللي فيها الكود، هذه اللي فيها الكود نتاع الكارته، من غير هذه السياره ما تخدمش، ما تشتغلش السياره. من غير هذون الاربعه لو ما تركبهمش ما تشتغلش. هذه القطعه اللي هي تشغل الحاجات هذه اللي داخل في المحرك. انا مش نعطيكم بسط عليه، لان هذا محرك 16 فالف ونوعية خاصة بعلبة سرعة 6 غيرات CCTS، بنوعية خاصة مش زي المحركات العادية. يعني فيه البوبينات هذوما فوق، كل شمعة البوبينة تاعها، وكل بوبينة عندها إكليبرير أو حاجة زي ما هذه هيك، معدل أو حاجة ما عنديش عليها فكرة كبيرة. وتحتها البخاخات، يعني كل شمعه عندها قطعه زي هذه في تركب في وش السلندر هذا، تركب في الكيلاس. اذا حد من الاخوه اللي يعرفها ويعرف شنو عملها يعطينا عليها بسطه او شرح، لان اول مره نشوفهم انا في محركات زي هذا. عندنا حساس الهواء، عندنا علبه الفراشه اللي هي كور بابيون، عندنا زي ما قلنا اربع بوبينات. هذه عندها مضخه شفط الهواء للسيرفو، يعني مش تاخذش من الكولكتير، هي تاخذش من الكولكتير. هذه عندها مضخه لان موتور سريع جدا ومحرك وعلبه سرعه 6 غيارات بوات 6 فيتيس. عندنا من هنا اللي هو الكولاتوري، وتحت منه علبه البيئه اللي هي الكاتاليزر وفيها الحساس نتاعها. عندنا من هنا فلتر الزيت جاي على جنب، خارجين على جنب، هذا من هنا مع هذا وراء مضخه الماء. عندنا من هنا هذا مكان الكاتينة او السبتة او السلسلة نتاعها. عندنا هنا من هنا المكيف،
وتحت منه تحت منه المولد نتاع نتاع البطاريه اللي يعني لعب البطاريه المولد نتاع البطاريه. عندنا من هنا هذا الحامل نتاع المحرك اليسار، وعندنا من الجهه الثانيه المحرك الحامل نتاع المحرك اليمين اللي هو وانت واقف امام السياره. عندنا هذا طبعا كولكتور نتاع الهواء، عندنا دخول البنزينة للبخاخات من اللوطه تحتها، عندنا هذا رينفلير او بلف التبخير، هذا عند هذا مصب الزيت، عندنا من مضخة الفرامل والسيرفو تحت منها والابيس محرك الابيس تحت منها. طبعا من هنا البطارية وخزان متاع الماء متاع الراديتور متاع الراديتور. هذه مكونات المحرك هذا، يعني محرك هذا قوي جدا 16 فالفلي 1.4 بعلبة سرعة 6 غيارات، يعني فيه يعني حاجات زايدة عن المحرك العادي اللي هو متاع البونتو العادية. هذه جراند بونتو، هي البونتو الكبيرة إنما بمواصفات خاصة، حتى إن احنا يعني أول مرة أنا من شخصيا نشوفه، ما شفتوش قبل. طبعا المحرك الأولاني في سد على خاطر كانت عنده اللي هي الكمبيوتر أو الميموار فاسدة، اللي احنا بعثناها لإيطاليا ونحن مكانها بعثناها لإيطاليا باش يصلحوها أو يجيبوا غيرها، لأن حتى في تونس ما لقيناهاش. هي خلتها يمشي شمعتين، فإن شاء الله تو بعد ما يكمل ونشغلوه نوريكم هو يشتغل وهو سليم، لأن شغلناها أول مرة يمشي 2 سلندر، هذول الاثنين ما يمشوش، لأن في الأخير اكتشفنا أن المشكل في الكمبيوتر في الميموار، وبعثناها حتى لنتاع التصليح قالك لا ما تصلحش. ولهذا سحبها هو بطبيعته يعيش في إيطاليا، رفعها معاه باش يشوف يعني شنو اللي يعمل غادي ويجيبها لنا أو يبعثها لنا. هذه يعني معلومات الواحد ديما يفيد بها الناس، باش يا خاطر هو فسدوا لنا المحرك الأول على أساس ما فهموش المشكل وين، حلوا عملوا لها عمرة بستونات سوبابات اللي هما فلافل، عملوا كل شيء فسدوا الدنيا كل، وفي النهاية ديما تمشي شمعتين، ما اكتشفوش المشكل في الممار بيدها، في المشكل في الكمبيوتر نفسه، الا ما وقت جابها لنا باش عملنا عليها يعني فحص كامل اكتشفنا ان المشكل في الكمبيوتر نتاعها. يعني كي جابها لنا بعد ما فرعسوها يعني بعض الورش وبعض الجراجات وبعض الميكانيكيه تعلموا فيها، في الاخر يعني ما خرجوش حتى بنتيجه، فجابها لنا قلنا خلينا نشوفوا المشكل منين. فحتى احنا نفس الشيء عملنا حاجات واكتشفنا ان في النهاية ديما الشمعتين هذوما ما يشتغلوش، فقلنا لصاحبها خلينا نغيروا محرك ثاني وخلاص انتهت المشكلة، باش يمكن يكون العيب في المحرك، لان المحرك الاول من كثر ما فكوه وركبوه ما عادش يتحمل فيه عدة حاجات فسدوا وتكسروا. فجبنا المحرك نتاع هذا الاصلي وحطيناه، نفس المشكل صعب ثاني، المشكل في الممار في الكالكيلاتير ماهوش المشكل في المحرك. فما بعض حاجات الانسان ساعات هيك يلغي مخه ان هو يشد صحيح في الاماكن اللي هي ما تمشيش. فاحنا طبعا وقت خرجنا الانجكتورات لبرا نلقوا زوز انجكتورات يبخوا زوز لا، وقتها اكتشفنا ان المشكل في الكارته في الممار نتاعها.